فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على ما سمي قضية اللاعب نادي صفاقسي حسام الدين دقدوق مع وكيل أعمال اللاعبين وسيم تايب. حقيقة عرض رجاء البيضاوي شنو صار في المغرب. على كل ما عدا من المغرب مباشرة وسيم تايب وكيل أعمال اللاعبين. وسيم أهلا بيك. أهلا بيك سلام خويا ومستمعي إكسبريس أفون. مرحبا وسيم. دونك خلينا نبدا من الاخر قبيله شويه مع زملائنا في اف ام. دخل محمد دقدوق والد اللاعب حسام دقدوق، ظهر لي ما نعرفش شفتوا ساعه الحوار معاه ولا شفت شويه يعني يبدو انه متغشش منك شويه. متغشش علاش؟ باش تغشش اول حاجه ولده جاء المغرب ويعرف ولده شنو بالضبط علاش جاء المغرب. في بالي فما الناس الكل تتفاوض وملاعبيه تتفاوض مع جمعيات، هذه بدايه ميركاتو، مازال على الميركاتو ينتهي بعد شهرين. خدمت بصدق وبضمير، وانا ذات مستغرب من حمله الشيطنه من الاذاعات ومن عارفش علاش هي الغايه منها ولا من صفحات فيسبوك اللي وصلوا مسؤول الفامي بتاعي. فيسبوك مش اذاعات، ما نتصورش اذاعات يهبطوا للمستوى هذا الحق. بون هو سيم، خليني نفهم منك انت شنو صار الساعة. صفحات فيسبوك، هي ولده جيت انا وياه للمغرب، حكينا مع بعضنا، قال لي عندي اوفر من الترجي، قلت له نمشي للموضوع الرجاء، اذا صار منه صار، ما صارش خلي البيبان مفتوحه الكل، وديجا الكلام هذا موثق وعندي، وما تسكر الباب على حد، ديجا اتصلوا به برشا جمعيات وانا موجود لهنا، وفما حتى وكيل اعمال ومعروف كرونيكير في اذاعه معينه، فهمتني اتصل به على نادي معين. ناس ما تحترمش المهنه ذي على غالب ما لازمو، انا كيما يقولوا فيها لحمتي حلوه برشا. تفاجات البارح بصراحه، ما عمري تفاجات حتى في موضوع رائد، ما تفاجاتش هيك خاطر كنت وقتها نعرف الشمع والفماس. تفاجات الحمله الشيطنة اللي وصلتني انا ومستني برشا واثرت فيه كيما نقولك فيها نفسيا، خاطر خدمت مع حسام بقلبه ورب، وهو كان معايا امس لحد اخر لحظه، وقلت له جينا هنا للمغرب باش ندخل معك في الموضوع. اساس جينا المغرب من اول ما جاي عمل ديكلاراسيون وقتها في صحيفه الكترونيه معينه في فود 24، ميسيرش سميه ميسيرش فود 24. اي فود 24 عمل في فود 24. انا لمت عليه قلت له كيفاش تخرج التصريح هذا؟ قال لي سامحني راني ما نقصدش، خاطر ما فماش عقد رسمي، ما هناش حتى شيء معناها عرض رسمي نقولوا كيما نقولوا، فماش حتى عرض كتابي جاء رسمي. هو مفاوضات كما الانديه العربيه كل كبار تحب ان المفاوضات تكون بعمليه سريه بحته. مسؤولين الرجاء كي شافوا الحوار هذايا والواحد اتصلوا بالوكيل المغربي اللي نخدم انا وياه ومعروف ساده وانسان نزيه ونشكره على حسن الضيافه القاع حسام، ولا حتى انا لهنا موجود صراحه معناها انسان يعرفوه حتى بعض المدربين في تونس، انسان عملي وانسان سمينا شكون السيد؟ مسيج سيد اسمه عبد العافية، وكيل مغربي معروف يعرفوه معنا بعض المدربين، انسان مرحب، انسان مضياف فرح بينا. كان هو عمل المستحيل انه باش يتمم صفقة حسام في الرجاء المغربي، وعملنا حتى دي جروب واتساب انا ويا حسام في الواتساب، ومعنا المسؤول من ادارة الرجاء المغربي، وقال له علاش ولاموا عليه كيفاش خارج ديكلاراسيون. وتعرف انت الرئيس نتاع الرجاء هذا ما يحبش حتى وسائل اعلام معناها انها تسمع بصفقه قبل يوقع، واخر تصريح عملوا البارح وقال راهو ما يجيش، كل معناها كل الانتدابات نتاعنا باش تكون معناها في كنف السريه، وعنده الحق. الحق باش نقول لك قابلت رئيس الرجاء، ما قابلتوش لكن قابلت مسؤولين من الاداره نتاع الرجاء بارزين فهمتني في الاداره هذه جديده، وكانوا في الاول معناها عندهم رغبه كبيره باش ينتدبوا حسام، لكن بعد التصريحات وخرجت في وسائل الاعلام كل التونسيه والمغاربيه رئيس الرجاء تراجع، وهذا اللي صار. وانا ما نعرفش خويا اسلام عمليه التحايل كيفاش صارت، فما واحد يتحايلوا عليها وانا جاي للمغرب وصرفت فلوسي، ومعناها ممكن اكثر من الطاقه حبيت نعمل الترانسفير هذه، معناها يعلم ربي في الظروف هذه واحد اكثر من 11000 دينار انا صرفتهم باش جيت للمغرب، معناها وفي ظل ما فماش طيران وكل شيء باش نتمم الصفقه، وموجود في العالم كل لاعبين يسافروا للفرق ومساعات تيح الصفقه في اخر لحظه ولا ما يتفهموش. هو حسب ما قال والده كان في باله والده باش يمشي باش يمضي مش باش يتفاوض.
لا 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 في باله حسام، قلت له رانا باش نتفاوضوا، وقلت لزملائك الصحفيين خويا اسلام، وكلمت فراس بن صالح مباشره بعد عمل الحوار، قلت له يا فراس ما يقول لا شيء يوجد رسميا بالحرف الواحد. كلمت الصحافي طارق العصادي وقلت له لا شيء يوجد رسميا لحد هذه اللحظه. كلمت الصحفيين اللي نعرفهم ناس صراحه حتى خرجوا معناها نعرفهم ناس نزهاء، حتى في الميدان هذا كما اي ميدان فيه ناس نزهاء وفيه ناس تخدم لاصدقائهم. اما انا ما يقلقنيش الشيء هذايا، ومانيش باش نتقلق توا، والحمد لله انا لقيت معناها مؤازره من بعض وكلاء اصحابي الاجانب ولا حتى من الفامي بتاعي اللاعبين بتاعي اتصلوا بيا، خاطر يحكيوا على تحيه، تحيه راهو فيه امور ماديه، راهو فيه واخدان فلوس، تو في رائد الفادع صحيح تحيلنا. هو برشا في رائد شنو؟ في رائد فادع صار تحيل عليا انا ورجع على اللاعب التحيل معناها من طرف الوكيل. خاطر برشا ربطوها بنفس اللي صار مع رائد الفادع كيف كيف. لا رائد الفادع حاجه، رائد الفادع تاثر وانا اقول تاثر صحيح كلامي، خاطر فات الوقت شهرين وطفل قاعد يستنى في العقد وبعثوا عقد وطلع العقد غير صحيح، لكن في الموضوع هذا لا هو يوجد لا عقد ولا يوجد عارض رسمي من النادي. هذا نادي عربي، نادي عربي كبير، وفي الانديه العربيه وانا خدمتي معها وعندي خبره معاهم في الانديه العربيه عمرهم ما يوصلوا عارض رسمي الا بوصول لاعب وجلس على معناها المفاوضات ويوقع اللاعب. معناها وسيم من بات قابلته مع مسؤولين الرجاء غادي كي مشيتوا؟ قابلت مع مسؤولين الرجاء، ما هوش رئيس النادي، اما تقابلت مع المسؤولين وحكيت معاهم، والوكيل المغربي موجود نجم تاخذه نعطيك رقمه وتاخذه تو يحكي لك تكستو على الموضوع كامل. وبصراحه حتى هو استغرب وانه يرفض مستقبلا انه باش يتعامل مع حتى لاعب من تونس، خاطر الطريقه هذه والضجه الاعلاميه اللي صارت ماهيش في صالح وسيم التايب، يبقى وكيل وحتى كان نهار اخر ما يبقاش عادي جدا. اما المشكله معناها بالطريقه هذه نتعطاوش بيه، ما حكاوش على صفقات نتاع لاعبين اخرين تاعهم في الماء، منهم الحين في المنتخب الوطني التونسي من افضل لاعب في المنتخب التونسي صارت له عمليه قبل وضيعوا له 8 شهور ولا 9 شهور وما حكاوش عليه، ما حكاوش على 20 ملف. جاو كان في وسيم التايب، خاطر وسيم التايب معناها ما عندوش الا غالب اجنده وراه ويحسبوا فيه على ناس معينه، الحمد لله يا ربي كان جيت محسوب على ناس معينه راني تفضلت الصفقه في الدقيقه. اي صفقه تفضلت. الملاعب تقلق في المغرب وسيم، صار شنو صار بينك وبين؟ عمل فاكونس 4 ايام ولا 5 ايام، عمل جو، عمل فرهيده، الله غالب يعيش في ضغط، ملاعب كبير بالنسبه عندي انا حسام دقدوق، ملاعب كبير ينجم يصح في اي وقت، ينجم اي نادي ينجم يقدر يلعب فيه حسام دقدوق في اي نادي في تونس ولا خارج تونس، والعروض عنده بالجمله. علاش ما انا بحذاه وصلوا على اي كمل انا بحذاه وانا بجانبي قاعد نتعشى انا وياه، وصلوا عرض من تركي من فريق تركي ينشط في الدرجه الثانيه التركيه، وصلوا عرض رسمي، وصلوا عرض خليجي. انا شخصيا كلموني اختبار وكلاء عمل لاعبين من اصدقائي قالوا لي اللاعب هذا ما تخافش، خاطر انا في اخر لحظه ما تخافش راه باش يوقع، وانت تعرف خويا اسلام وانت خبير في ميدان كره القدم، كان انا فهمت جيت انا معناها الملاعب هذايا ما يحيرش، لاعب انسان لعب في النادي الرياضي الصفاقسي، لاعب كبير عنده الكاليتي باش يوقع، علاش الضجه هذه لا في صالح اللاعب لا في صالح الوكيل. ثم اطراف تقف وراه، فما وكيل اعمال خويا وانا مستاء جدا مستاء جدا، انا جالس بحذاه وهو يطلب فيه فهمتني يعدي له في مدرب تاع جمعيه معين. هذا اخلاق هذا. وانت عندك معاه عقد اللاعب؟ عندي معاه عقد اكسكلوزيف عام كامل ومانيش باش نسلم في حقي. معناها ما يمشيش حتى جمعيه الا بموافقتك انت؟ يا ولدي حتى مشى هو عنده ينجم ينجم يمشي وحده، اما انا عندي حق يضمنوا لي العقد، وهذيك بيني وبين روحي وبيني وبين علاقتي باللاعب، اعطاني طالب ما طالبش هذيك تبقى معناها انا فهمتني من تلقاء نفسي فهمتني انا شنو باش يقرر ضميري. حسيت من كلامك انك مستاء شويه من الملاعب ايضا. مستاء انا اليوم نجي نصرف خويا 11 مليون على مربي انا بظروفي وعائلتي على حساب عائلتي على حساب عندي عامين نحن ما نخدموش عامين كورونا، انا يعلم ربي كيف جبتهم، ما ندخلش تو تفاصيل اذاعه باش نحكي فيها فهمتني واحد، وصلت مواضيع انا عم ضحي بعائلتي وضحي بالفامي نتاعي على خاطر باش نجي، وتعرف انت جاي للمغرب مش سهل اخوي. مش جاي للمغرب راهو تو حاليا ما فماش طيران باش نروح لتونس انا. انت علاش ما روحتش مع الملاعب؟ قلت لي الملاعب يروح. انا الملاعب بجلت خلي قلت يروح انا مش مشكله تو نقعد نهار ونحاول كيفاش انا
باش نحاول على اي دوله نروح فهمتني. اما تجيب بالطريقه هذه عمليه شيطنه، عمليه شيطنه العائله واسم واحد، شنو اخي انا تحايلت عليه خذيت من عنده فلوس، خذيت من عنده فلوس. ينجم وسيم ينجم يكون انت بيدك تحايلوا عليك زاد وصلوك، معناتها اللي حكيت معاهم ما كانوش جديين نجم يكونوا. لا 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 خويا متحايل يرحم والديهم الناس، ومش على خاطرني موجود في المغرب، ناس قاموا بالواجب وناس اكثر من قاموا بالواجب، ناس تخدم على روحها وما فما نتحدى حتى وكيل ما يحبش يخدم على روحه. شنو كي تجي تفسر خويا اسلام شنو اي واحد بكلمه تحيه، تحيه الراي فيها فلوس فيها خدان، علاش باش يجيبني من المغرب ويصرف من هنا من ويضيف ويعمل وكل شيء باش يجي يتحايل عليا؟ موجود باش يخدم على روحه. ويوجدوا لاعبين حاليا تو 2 لاعبين باش يوقعوا في الرجاء فارقه معايا في الفندق، قابلتهم الصباح مع الكلام تاعهم ومازال ما وقعوش. انا من لاعبين من افريقيا ولا من عرفش عليهم منين جايبينهم، الانديه مغاربيه هنا قاعدين شفتهم انا قبل صدفه. انا كلموني وكلاء عمل لاعبين من مصر اصدقائي ومن الخليج قالوا لي شنو هي الحمله هذه علاش لهالدرجه. سينو الترجي الترجي كلموك عليها؟ انا شخصيا ما كلمني حتى حد، انا تعرفني انا معناها من محبي الترجي وما كلمني حتى حد، لكن انا ما نتعاملش مع الاداره وانت تعرف اي خاطر يقال علاقتك مع اداره الترجي ماهيش ولا بد. علاقتي مع مع مع, مع, مع رئيس النادي مع حق معناها كل الاحترام، ما عنديش علاقه، علاقتي كانت كبيره وعمري هذيك، انا بالعكس انا عمري ولد نعتبر روحي من محبي النادي، عمري ما صارت لي معاهم حتى اشكال، معناها بالعكس سي حمدي ولا حتى اللي معاه فهمتني ما عنديش معاه مشكله، لكن ما نتعاملش انا عندي برنسيب وانت تعرف اخويا. اي الملاعب اليوم ينجم يكون ينضم للترجي، ينجم يكون في الترجي معناها الموسم القادم. الله ربي يوفقه وربي يكون في عونه، انا نتمنى له كان الخير، وهو زرب معناها زربنا برشا كما نقولوا فيها، معناها نجموا نتفاوضوا مع نادي واثنين وثلاثه في كنفه السريه. التصريح الاعلامي اللي قام به حسام زايد من قبل ما انسان ما وسيم ما نتصورش اذا فريق يبطل من ملاعب مقتنع به وبامكانيته الفنيه على خاطر التصريح زاد. لا 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 خويا موجود، خويا كيب سكاوتينغ عندها تتبع، انت تنجم لاعب في اخر لحظه يبطلوا منه وصفقات تحت في اخر لحظه. في اخر لحظه مدربين تزيد تتفاوض مع نوادي وفي اخر لحظه ما يوقعش، ولاعب كره قدم يمشي يتفاوض مع نادي ويطلع وما يوقعش. هم لاعبين تمشي تعمل اختبار فهمتني؟ عادي هذا في كرة القدم يصير. وسيم التايب خاطر عرضه في النادي الصفاقسي، معناها من بعض جماهير، معناها من بعض انسان منسوب فهمتني، انسان عمل روحه يعرف صفحات النادي الصفاقسي، منسوب على وكيل اعمال معين، يحب يشيطني انا يا خويا. اكتب في الفيسبوك على الصباح، الناس الكل يسبوا فيه على الفيسبوك، ما عاد خلوا حد ما سبوهم، هم اعلى هرمات الدوله يسبوا فيه، معناها ما يسبونيش انا مواطن بسيط. عيب عيب راهو الناس ترجع لربي سبحانه وتعالى. انا كان كتبت لي خبزه باش ناخوها مع حسام ولا من غير حسام راني باش ناخوها، كيما خرجت برشا لاعبين السعوديه ولاعبين استرزقت ولت لبس عليها في جرتي معناها وخدمت معاها، صارت لي مشكله في رائد الفادع صحيح، لكن في حسام دقدوق ما صار لي حتى مشكله وما ربطوها بحتى اشكال. في ناس وصلت وسيم تحايل على عزيز ب 86 مليون، يعرف عزيز شتوي في 80 مليون، الناس يعرفوني علاقتي باللاعبين ويعرفوني نحي من لحمي ونعطيهم، رغم اني ظروفي مانيش انا راشي ملياردير ولا لبس عليا فهمتني. انسان عايش كيما الناس الكل فهمتني، ونحي من لحمي ونعطي، لكن عندي عام وعام ونص انسان رزنت، ما عادش نتكلم برشا وما عادش نحكي برشا ونخدم في كنفه السريه، لكن الله غالب فاجاني بالتصريح. صدقني يا اسلام لو كمل صار التصريح ان اللاعب ناكد لك 100% انه راه وقع في المغرب ولا حتى وقع حتى اللي هو معناه حتى في نادي اخر. انا ما دامش توقيع رسمي علاش احنا نتكلم؟ توقيع بعد نتوقع رسميا وتخرج خويا في تقديم كونفرنس دي بريس وقتها نتكلموا على وجود عرض رسمي. يا خويا انت قلت عرض رسمي شيء واحد قال لهم راهو لا قدر الله في حاجه ولا حاجه ما باش تطيح صفقه في المال. صحيح. واحنا المغرب وتونس مانيش بعد على بعضنا باش ما نعرفوش الاخبار، معنا انا طالع ومضحي بعائلتي وانا ما نبعدش على تونس برشا. انا انسان في تونس فهمتني، نجي المغرب في ظروف انا توي على بالي ربي ما لقاش طياره باش نروح فهمتني، ونجي نتعب ونجي مسلم في عائلتي وصغاري وانت تعرف، وعلى خاطر اني باش نجي معناها العرض وهمي ولا العرض ماهناش خيالي، فما كلامات موجوده وعلى اساس انه حتى فريق اخر دخل على الخط وحسام حب يوقع في المغرب وكل شيء، وصدقني اثنين نوادي يلعبوا كوب دافريك
زوز كلموه هو الملاعب يدخل وتليفونات. صدقني يا اسلام خويا ونحكي لك معناها حصري على البرنامج بتاعك انه اكثر من ناس ما تحترمش، اكثر من 20 وكيل ولا 25 وكيل يطلبوا فيه. فما ناس ما عندهاش حتى مهنه كارت، حتى مش مهنه، حتى اسبقيه في الميدان. كلموه حتى اسبقيه في الميدان يكلموا فيه عليه، يكلموا فيه. واحد تصور انه واحد قسما بالله وعندي كابتن ديكرا ومستعد نجيب حداك البرنامج ونخرج واحد يكلم فيه انسان ما عنده حتى نهار خبره في الميدان هذا، يعني عندي 14 سنه وتصير اخطاء، ويكلم فيه يقول له عندي عرض ليك من الزمالك، واحد يقول له عندي لك عرض من الاهلي المصري، واحد يقول له عندي عرض. يا اخي العروض سهل، العروض تخدم في كنفه سريه تام. وانا راه غالب كما قلت لك ما عنديش اجنده ورايا، ما عنديش ناس ورايا، مانيش نحضر في البرامج، ما نقعدش في قعدات. الله غالب صارت لي بالطريقه هذه، صارت العمليه معناها تاع الشيطنة، وديما مربوط بالاذاعه. بالنسبه لي انا اي فاهم كان لهم كل احترام، وهذا تو في برنامجك انت ما نجمش انا تو واحد. اما خويا في نفس السيناريو حتى في رائد الفادع عملوا زوبع في فنجان وبالسيف، ما نعرفش علاش يخدموا على رواحهم. هذا وسيم كيف كي يخدموا على رواحهم، ايضا فما اخبار يعاديو ما نتصورش اما استهداف ليك انت. مش قضيه الشرق الاوسط اسلام، ماهيش قضيه الشرق الاوسط. اي ما لاعب مهم ودقدوق لاعب كبير في السي اس اس، عرض مهم في فريق كبير الرجاء، دونك عادي الميديا باش تحكي عليه. وسيم انت تنزل اخبار عمليه تحيل يقراوها العباد، تحيل راه فيه فلوس. ما معنى التحيل؟ التحيل فيه فلوس. انت تحيلت على بشار خديت فيه منه فلوس وما قضيتلوش قضيه، مش تصرف فلوس باش تعمل له. بون حق ما نحبش نحكي على سي على موقع وسيم، بون كان عندك حق تجي تمشي للقضاء ولا ما عادش كما تحب انت، ما نحبوش نقيموا عمل وسيم على اخرين في فضاء كما هكا. شوف انا قلت لك انا نحترمهم، في عندهم ناس صحفيين ممتازين وناس عقلاء، وواحد يخرج تيتر تحيل معناها راهو تيتر تحيل راهو عيب. راهو عيب في حق ناس، راهو في حق بو صغار، راهو ما تجيش، راهو ما تجيش. انا بنتي تكبر تقرا في جوجل تلقى تحيل، اش معناها تحيل؟ معناها تاخذ فلوس. انا راني ولد اصل مع عمري ناخذ فلوس، حتى كان نتسلف في حياتي واي بشري نجم يتسلف، يتسلف معناها من عند صاحبه، مش يمشي يتحايل على ملاعبي نتاع الكوره. واضح. وما نحبش نحكي على الملاعبي نتاع الكوره شنو انا عملت معاه، وشنو عندي دي بيلون انا، شنو فلوس عندهم، او ما نحبش. اما الحمد لله يا رب فما ربي في الوجود وفهم كل شيء. وانا ما حبيتش نتكلم، راهو كلموني برشا اذاعات باش نتكلم، اول وسيله اذاعيه تكلمت عندك انت، خاطرني انا نعرف باش ناخذ وقتي، ونعرف كيما تنجموا تنقدوني نجموا في ونقدتوني قبل ونقبل النقد كيما نجم. فهمتني نفسر عندي باش نفسر لكم فهمتني اللي صار. راهي التحايل في حسام دقدوق مهناش اصلا، تحايل راهو فلوس، تحايل راهو معناها جبته مرمته مش مسكنه في اضخم فندق في 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 في, في, في كازا، ومضحي به وصغاري فهمتني في الدار في السيف، فهمتني مانيش مسيف معاه. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك وسيم على تدخلك معنا. كنت وضحت أهم ما صار في حكاية انتقال لاعب النادي الصفاقسي حسام دقدوق الرجاء البيضاوي وأسباب فشل الصفقة هذه. لكن كملوا في البلاي اليوم، شكرا عليا باشا في الإخراج، تقوى المديوني في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات إسلام المدب.